جماعة، جمعة مباركة. النهاردة الجمعة، إن شاء الله هتشوفوا في الفيديو ده يوم الجمعة إزاي بقضيه في إنجلترا. نطلع دلوقتي أول حاجة حد الفطار إن شاء الله، وبعدين نطلع على الصلاة. يلا بينا، تعالى نشوف يوم الجمعة إزاي بيتقضي في إنجلترا. أول ما نبتدي طبعا نبتدي بالبخور. دلوقتي هحضر فطار جميل. هنعمل فول وبيض، حته جبنه بالطماطم، شويه خيار. يلا بينا. هنحط فيها زيت زيتون عشان نجهز طبق الفول. زي ما انتم شايفين هنا، حضرنا هنا فص ثوم، طماطمايه متقطعه، وبصله. هننزل بيهم كلهم في الزيت دلوقتي. كده الطاس الزيت سخن، هنزل فيه فص ثوم الاول. مع الطماطم. طبعا الطاسه الثانيه حاطط فيها مسخن الزيت عشان هعمل فيها الفلافل. دلوقتي هنزل بالبصل. خلينا نقلب شويه. ده يا جماعه اجمل طبق فول ممكن تاكلوه. بقى ممكن نحط عليها برضو سنة صلصة. أنا بجيب معانا اللون ده ونزل عليه بالفول. سلام يا سلام يا سلام. دلوقتي بتسند شوية كزبرة. كمون كده يكون خلاص. في ناس بتحبوا حبه كده، وفي ناس بتحبوا المهروس. انا بحب المهروس فهرسه. كده الفول يكون جاهز خلاص. نزله في الطبق على طول. كده زي ما انتم شايفين طبق الفول يا جماعه، حاجه تحفه. دي عشان مش موجود عندنا جبنه القريش، بنستخدم الجبنه اسمها جريك ستايل، جبنه يوناني بس قريبه شويه من القريش، بس بتبقى هي جامده شويه. تعالى نشوف هنعمل كده. جبنه فرمتها وحطيت عليها الطحينه وسن زيت زيتون، وهنزل عليها بسلطه طماطم والخيار والبقدونس. كده الطماطم والخيار والبقدونس على الجبنه، اديها تقليبه كويسه بالهنا والشفا. وكده عشان يكون شكل طبق الجبنه، ننزل عليه بسنه كزبره كده ناشفه، وكمان سنه كمون. وزيت الزيتون. بالهنا والشفا. وبكده الفطار يكون جاهز.
نبتدي نبتدي بالفول. تحفة، جربوا الطريقة يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. كمل فطار وكلمكم احنا في بعد الصلاة. ايه يا حبايب، الحمد لله فطرنا فطار مصري اصيل، بداية مبشرة لليوم، ان شاء الله يكون يوم جميل زي الفطار. دلوقتي احنا طريقنا للجامعة ان شاء الله، راح نصلي الجمعة، يلا بينا قابلكم في الجامعة. كده نكون وصلنا للجامع، بس من الواضح ما فيش مكان نركن فيه. هاي براذر، نو سبيس يو وان، اوكي ثانك يو. ما فيش مكان للركنه، حاول اروح ادور على مكان اركن فيه. انا بستهبل هنا ولا ايه؟ ودي المشكله يا جماعه، لو جينا متاخرين ما بلاقيش مكان للركنه في البارك بتاع الجامع، لازم اروح ادور على مكان تاني. غير بقى عندنا في مصر بتتمشى انت عند الجامع من تحت البيت، انما انا هنا بجيله بجيله سفر تلت ساعه بالعربيه عشان اجي اصلي. فدلوقتي انا راح ادور على مكان تاني، ان شاء الله الاقي بارك في مكان فيه سوبر ماركت هنا اركن فيه، واضطر ان انا اتمشى الجامع شويه. يا رب نلحق بقى الصلاه من اولها. طريق زحمه زي ما كنتش تقولوش، الناس كلها راحت تصلي الجمعه النهارده، مش عارف والله. الحمد لله كده يا جماعه بتاع الجامع، انتم شايفين ما شاء الله كله مفول، فعلا ما فيش مكان. طبعا هنا للاسف الجامع ما بيبانش عليها ان الجامع، هو بيبقى مبنى عادي، ما فيش اذان، ما فيش كده، لا كل حاجه بتبقى جوه المسجد. ده الباب مدخل، خطبة شكلها بدأت، بتبقى وجبات بيعملوها بيساعدوا بقى المسجد، ناس بتشتريها وفلوسها بتبتدي تدخل طبقات. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا ومرشدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعمن تبع هداه واستنى بسنته وسلِّم تسليماً كثيراً. My dear brothers and sisters, we are today in the 11th of Muharram, the month of Muharram, year 1443 after the Hijrah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam from Mecca to Medina. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله صلينا الجمعة، الحمد لله. نطلع دلوقتي على محل الحلال نشتري اللحمة، محل الحلال جنب الجامع على طول، يا دوبك دقيقتين من هنا. تعالوا هوريكم محل الحلال وايه اللي بيبقى موجود فيه. وصلنا محل الحلال زي ما انتم شايفين، ده بيجمع كل الجنسيات دي، في اكل موجود وده حلال 100%. كده داخلين اهو، فول، رز، العيش اللبناني، اسم التركي، برضه هنا بيعملوا قسم الحلويات على حلال. That one corn fried chicken. Yeah, please. Hard chicken, yeah. ليه؟ نو از ايز بليس. مطعم عراقي، اكل عراقي ما شاء الله. بامية، اخونا هوكار واخونا حسن، والعيش البصل. دلوقتي بعد ما صلينا وعملنا الشوبينج وتغدينا وتعشينا، هاجي بقى اغسل العربية. دلوقتي انا مستني مكان يفضى وهدخل اغسل العربية بتاعتي بنفسي. يلا بينا. مشفتوش. حضر بقى الجنيهات الفكة معاك، نيجي على المكنة.
الحمد لله العربية اتغسلت واتظبطت والحامل اتكسر.